لو الحكاية فيها إن فيجو تعرفت عليك انت كنت بتشتغل ايه في السيده زينب او انت ايه العلاقه؟ شغال في بلانا. شغال في ايه؟ شغال في القرآن. بتبيع صور القرآن دي؟ قدام المسجد يعني؟ اه. هو وخدنا صاحبي. انت اصلا سايب البيت من قد ايه؟ مش في البيت، بيت في بيتك في السيده. انت اصلا بيتك في السيده؟ اه جنب. الو السلام عليكم. بس في بيتي بيتي بس مش موجود. طب ماشي اه. ما تقولوش على بيتي. مش هتشتغل بتبيع اصلا الصور دي قد ايه؟ بقالي بتاع كتير. طول عمرك يعني؟ اه بشتغل اخلص ده وبتاع اخلص ده وبتاع. بتكسب قد ايه في اليوم بقى يا محمد؟ بكسب 50 في اليوم؟ 20 بكسب 10 يعني اللي يجي لك اه اقصى حاجه يعني من 20 ل 10 50 يجي ليك مواسم يعني الحاجات دي لها مواسم؟ مثلا في جامع في المولد والكلام ده بتكسب اكتر ممكن بتوصل لكام؟ اللي داخله والجديد يعني في المولد بتوصل قد ايه؟ في المولد ودي في مولد السيده وكده بتكسب بقى. تمام. انت والدك والدتك بيشتغلوا ايه؟ والدك بيشتغل ايه؟ ابويا شغال في وشه خشب ماسك مصنع. وعندك اخوات قد ايه؟ ايه؟ عندك اخوات قد ايه؟ عندي شابين بنتين أربعة يعني. طب ماشي انت كنت اتعرفت على احمد ده قال لك ايه؟ اتعرفت عليه ازاي؟ انت كل يوم يعني السيده دي منطقتك. اتعرفت على احمد ده ازاي؟ هو قال لي مش عارف ايه وقال لي ليه واحد. انت بقالك سنين يا احمد ده يا أنا شغال في الشغلانه دي؟ طيب طب بالظبط اول مره تتعرف ما رحتش مدرسه انت؟ انا ببيع لا ما خدش فلوس. ببيع الكراميل. تمام. هو الدوري ده جه على جنب بيقول لي عايزة تعالي عند واحد صاحبي من صاحبي وانشي عنه كوبايين شاي. رحت يعني رحت فين بقى؟ رحت فين؟ في دار السلام. دار السلام ايه اللي حصل؟ يا بابا يا حاف عن الموت وعلى تمام. انا عامل عليك الاذى واعتدى عليك بنزل. طب ماشي وبعدها؟ بعدها مشيت انت روحت صح؟ اه. طب ماشي ايه اللي رجعك تاني ليه؟ ولك بيتي جنب السيدة. طب ماشي ايه اللي رجعك تاني رحت دار السلام تاني؟ لا ما كنت ببيع في المترو. اه. كنت ببيع في المترو في دار السلام المترو وراي. رحت واقف على الباب عزقني قلت اسيبه هو لما يقفل الباب ويخلعه في المترو ده وانا يعني هو كان بيروح يدور وراكوا في اماكنكم. اه. بيروح لك الاماكن دي. انت لو كنت رفضت بقى مثلا ما تروحش ما قلتش لاهلك ليه؟ ما قلتش لاهلك ليه؟ ما قالي سايبينك. اهلك سايبينك ازاي؟ ابويا عيبك من الاخر. ايه؟ عيبك من الاخر. اه جيب من الاخر. انا ابويا ماشي. ابوك ايه؟ ماشي. مطردك من البيت؟ اه ماشي. بقالك قد ايه؟ ايه؟ بقالك قد ايه؟ بقالك داخل في السنة. طب وامك ما بتسالش عنك؟ ولا اي حد؟ يعني انت طول عمرك انت بتبات فين بقى؟ انا ببات في السيدة. طب شو ده؟